محمد مجدي قفشه مختلف في العمق عن الخط. محمد مجدي قفشه يا كابتن بيجد نفسه في العمق، هو لاعب بيعرف يتحرك بشكل عرضي جيد جدا، لاعب بيعرف يضبط الخطوط، لاعب بيعرف ينتشر في الملعب، دايما هتلاقيه بيربط مع الطرف الشمال، بيربط مع الطرف اليمين، رابط في العمق اوقات بيتحول لمهاجم تاني. قوه محمد مجدي قفشه وهتاخد نسبه كبيره قوي من الـ من الـ من اوبشنات كتير ادالك في الملعب في العمق، هتلاقيه دايما باين بينزل يستلم من خط الوسط ويطلع بالكوره، بيربط مع محمد شريف، اعتقد هو من افضل لعيبه تعرف تربط مع محمد شريف بشكل جيد قوي، بيتعامل معاه بسلاسه وبهدوء. شفنا ثنائيه برضو ايجابيه الماتش اللي فات، محمد مجدي قفشه واحمد عبد القادر، احمد عبد القادر لاعب ذكي، شفنا الروتيشن بيحصل بينه وبين محمد مجدي قفشه الماتش اللي فات، سواء هو بيخش كبلاي ميكر وقفشه بيطلع طرف او العكس، بسلاسه من غير ما نحس ان في حاجه بتحصل في الملعب. فمحمد مجدي قفشه لاعب قوي، لاعب بيعرف يعني دوت مثلا الهدف الاول محمد شريف فينش عبقري من محمد شريف، لفت وسطه وفكرتنا بعماد متعب الكون ده مظبوط، فكرنا بعماد متعب، شريف متعب كان يعني اللفه بتجيب رواد صعب جدا ما شاء الله يعني. شريف ده على ذكر المنظومه الدفاعيه، حابب اتكلم عن رامي ربيعه يا كابتن. رامي ربيعه احنا دايما بنميل ان احنا رامي مختلف عن من فتره قبل كاس العالم شيء وبعد كاس العالم مظبوط، واحنا حتى الان دايما بنميل النادي الاهلي ان يكون في لاعب في المنظومه الدفاعيه عندنا بيعرف يلعب كوره. اوكي، الموسم اللي قبل اللي فات كان عندنا ايمن اشرف، الموسم اللي فات تواجد بدر بانون بشكل هايل قوي، كان بيلعب اللونج بول وبيعرف يطلع الفريق بشكل فيه اتقان. رامي ربيعه الحقيقه في الفتره الاخيره بيعمل دي بشكل هايل، اللونج بول بتاع رامي ربيعه توقيت صح. رؤيه عنده دايما حسن تقدير الموقف، بانت في هدف قفشه الجون الثاني بتاع محمد مجدي قفشه ماتش فاركو، توقيت الباص مع الرؤيه بتاعته مش رؤيه مدافع عمرو السليه، مش بتاع عمرو السليه بشكل مش رؤيه يعني مدافع، حظه وحش. كانت نقطه مهمه قوي في تحولات الاهلي الماتش اللي فات، رامي ربيعه واللونج بيل بتاعه لازم نشيب بيه.